وللحديث عن الموضوع ينضم إلينا من الدوحة الدكتور سلوان العاني الأكاديمي والمتخصص بشؤون التعليم. أهلا ومرحبا بك دكتور سلوان. بداية، نقابة المعلمين أعلنت تمديد الإضراب عن الدوام دعما لانتفاضة تشرين أسبوعا آخر، كيف تقيم دور النقابات في هذه الانتفاضة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء خلينا نتفق أن المظاهرات هو حق دستوري كفلة المادة 38 من البند أولا وثانيا وثالثا من الدستور العراقي عام 2005، وطبيعي أن تكون نقابة المعلمين هي في مقدمة النقابات التي تقف مع المتظاهرين ومع الشباب في حقوق مطالبة بحقوقهم الشرعية التي افتقدوها من 16 سنة بسبب الاحتلال الذي جاء إلى البلد في عام 2003 واستمرار حرمان الشباب من كافة حقوقهم في مجالات التعليم والصحة وإزالة البطالة وإيجاد فرص عمل كحالهم كأي دولة محترمة بين دول العالم. فهذه النقابة أسوة ببقية النقابات قد وقفت موقف المساند إلى إخوانها المتظاهرين السلميين في ساحات الاعتصام الإنساني والسلمي، وهذا هو حق مشروع للنقابة أن تؤديه في مثل هذه الظروف. وزارة التربية في حكومة عبد المهدي أعلنت أن يوم غد هو يوم دوام رسمي على الرغم من الحالة التي يمر بها العراق، هل هذه يعني وسيلة للضغط على المتظاهرين حسب رأيكم؟ طبعا الوزارة هي كأحدى مؤسسات الدولة وتكون تابعة إلى توجيهات الحكومة، لابد أن تصدر هذا القرار لاستمرار الدوام، ولكن وزارة التربية تقود شريحة مهمة من المجتمع وهم الطلبة، طلبة اليوم ما نسميهم قادة الغد. هؤلاء الطلبة لن يستكينوا في أماكنهم وهم يرون زملائهم يضربون ويقتلون بالرصاص الحي وبالماء يعني الساخن والرصاص الحي والقنص واستخدام قنابل مسيلة للدموع في وجهها الاسمي، لكن في داخلها سموم وقنابل غازات السارين المحرمة الدين التي تقتل الإنسان بعد ساعتين. فكيف تريد من مجتمع وطلبة وهو دورهم في المجتمع، طلبة الجامعات، طلبة الثانويات هي الفئة التي يعول عليها في تغيير المجتمع وإعادة مؤسسات الوطن والدولة، لهذا هم قادة المجتمع وقيادتها وعول عليهم في هذا التغيير. فلا نجد أن هناك ترابط ما بين دعوة الوزارة في الوقت اللي كان يفترض أن نجد حلول لمطالب هؤلاء المتظاهرين السلبيين. اتخاذ منهج الإضرابات العامة أو الاعتصامات المفتوحة برأيكم كيف سيدعم مطالب المتظاهرين؟ طبيعي الصيان المدني أو الإضراب العام هما وسائل للتعبير من قبل الجمهور عن ما أصابها من ظلم، وبنفس الوقت هو رفض الخضوع لقانون أو سلطة جائرة أو ظالمة. هذا الأسلوب اتبع من شخصيات عالمية سابقا مثل غاندي في الهند، وهنالك إضرابات معروفة، سبع إضرابات عالمية أدت إلى تغيير حالات الظلم اللي كان يواجهوها إن كان عمال أو طلاب في أمريكا في القرن 19، كان ضد استغلال رؤوس الأموال اللي أدى بعد ذلك إلى وجود قانون اسمه عمل لمدة 8 ساعات، وأضراب بريطانيا عام 26 نتيجة معدلات البطالة، وأضراب فلسطين، وأضراب ضد النازية، وأضراب العمال ضد الاستعمار والرأسمالية. فهذه الإضرابات هي وسيلة سلمية للتعبير عن، لأنك أنت تواجه سلطة ما بين مجموعتين، مجموعة سلمية بقدرات بسيطة شخصية تواجه يعني قمع ومفرط
استخدام مفرط للقوة، وهذا حقيقة هو بحد ذاته ظلم ضد هؤلاء المتظاهرين السلبيين. طيب دكتور، يعني بالانعطاف على موضوع التعليم، كيف أسهم سياسات حكومات الاحتلال المتعاقبة منذ عام 2003 حتى اللحظة بانحدار التعليم في العراق؟ يعني احنا يعني حقيقة التعليم يعني لم رغم انه هو التعليم يعني حق دستوري ايضا، وانا اتكلم عن الدستور اللي مقر في الدولة حق دستوري، لكن حقيقة لا يوجد تعليم. هنالك 25% ربع الشعب هو أمي، هنالك تهالك في الأبنية الدراسية، هنالك يعني ضعف في المناهج، هنالك ضعف في بناء القدرات التعليمية، هنالك قلة تخصيصات مالية، هنالك تدخلات إقليمية ودول الجوار في مناهج التعليم، ودخول كثير من ما نسميه بالطائفية أو بالمذهبية داخل المناهج التعليمية، وهذه تؤدي إلى تفجير المجتمع وليس إلى لحمة المجتمع. يعني هذه الأشياء كلها أدت إلى هؤلاء الشباب أن يخرجوا إلى الساحات ليطالبوا بوطنهم وعودة استقلال الوطن والابتعاد عن كل التدخلات الأجنبية. عبر الهاتف من الدوحة الأكاديمي العراقي والمتخصص بشؤون التعليم الدكتور سلوان العاني، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.